بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة ليست كغيرها من الحلقات. جئنا بالسيارات ما يقارب ساعتين سفر، ونرقى الآن جبل تقريبا ساعة كاملة بالسيارة لنصل إلى بيت في وسط الجبل. ما قصة هذا البيت؟ أسرة قصتها أشبه بقصة أصحاب الكهف. في زمن الشيوعية الناس يقتلون، يذبحون، تسفك دماؤهم، كلمة الله جريمة، القرآن بالنسبة لهم كارثة. أسرة أب وثلاث أولاد هربوا من بيتهم وصعدوا إلى الجبال وعاشوا في كهف فرارا بدينهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. شفت أصحاب الكهف؟ مثل ما صنع أصحاب الكهف هؤلاء صنعوا. أخذ الأب ثلاث عيال أولاده، أصغرهم 13 سنة، أكبرهم بالثلاثينات، أسرع إلى الجبل وعاش في الجبل. تعرفون إيش كثر؟ 30 سنة وهم في كهف في جبل آلاف الأمتار عن سطح الأرض، فقط ليفروا بدينهم. من بقي من الأربعة؟ ماذا حصل للأربعة؟ ما خرجوا طبعا إلا بعد أن خرجت الشيوعية من البلاد. ما قصة هذه الأسرة ومن بقي منهم؟ سنذهب الآن في الطريق ونزور من بقي من هذه الأسرة لنسمع القصة من أفواههم، فما أعجبها من قصة وما أغربها من أحداث. جد ما دورم أوبالام ستش بينا ماك كثير نيميم وسليمان اتجد يمي لازمي سبر جاري اهيدريم مباسي ثمان نغمسنش نسدو هم بر الله الله قام نغدشت نسدو هم بر الله الله قام نغدشت نسد المر ومديد تشيك بوت بيما يرات شدن بر ويت أبدن بر لاوتا نسد المر شیکه پونت میمان شیرات شدن پر ویته اپدن پر لامتا. أنا الآن طبعا أجلس بين اثنين في هذه العائلة الكريمة ممن بقي من أصحاب كهف هذا الزمان، ممن لازال حيا بفضل الله عز وجل، ليذكروا لنا قصصهم وعبرهم. لماذا دخلوا هذا الكهف؟ ماذا كانوا يفعلون داخل الكهف؟ كيف عاشوا تلك اللحظات وهذه الفترة الطويلة؟ معي الأخ إدريس والأخ رمضان، الأخ الأكبر والأخ الأصغر، هؤلاء من بقي من هذه العائلة، حياكم الله، بارك الله فيكم. أخ إدريس، أنا بودي لو أسألك أول سؤال، متى ذهبتم، أو عفوا لما ذهبتم من الكهف أصلا؟ يعني أنتم ليش خرجتوا للكهف وتركتوا بيوتكم وتركتوا أماكنكم والناس كلها كانت جالسة؟ اللي كان يستسلم يعيش، ليش أنتم اخترتوا أن تعيشوا في الكهف أصلا؟ ismin nikosisht ishim edhe njerëz që mbanin fen islam me gjë që ata e pengonte shumë. Dhe kjo që e dha arsyeja që pastaj ishte edhe çështja kombëtare që ne ishim shumë vlan për atë çështje, edhe komunizmi s'kishte kom. Ashtu siç nuk kishte fe dhe ashtu siç nuk kishte familje. طبعا كان بامكان الاخ ادريس والاخ رمضان واخوهم الله يرحمه ايضا الثالث ابراهيم ووالدهم اسمه شعبان ايضا، وهذه الاسماء العربيه لاحظوا، كان بامكانهم ان يعيشوا مثل الناس. شو اللي ينقصهم؟ بيت عندهم، الغنم موجوده والحيوانات والزرع، يعيشون حالهم حال الناس ويكتمون ايمانهم. لكن ما رضي حتى بحلق لحيته. شوفوا الان الاخ الكبير كان ملتحيا قبل ان يذهب الى الكهف، هذا من اسباب حتى خروجهم، ولا شيء، ما تنازلوا فيه عن دينهم، ما رضوا بالشيوعية اصلا ولا قبلوا بها، فروا بدينهم وبعقيدتهم. كم كنتم لما ذهبتم الى الكهف؟ من معكم؟ كم كان عمرك انت بالذات؟ وعدد الافراد الذين ذهبوا الى الكهف؟
4 veta, shkuam në shpel, baba ish moshe vjetër, moshe thyme mbi 52-3 vjeç, vlaznit ishin rrëth 30 vjeça, nërsa unë e kom qenë 13 vjeç. طيب السؤال المهم كنتم جالسين في الكهف كيف كنتم تأكلون كيف كنتم تعيشون كيف كنتم يعني من أين تأتون بالأكل خاصة أيام الشتاء الباردة كيف كنتم تحصلون على الطعام؟ Për në bijetur kem përdore të gjitha profesionet duke filluë nga marangoz roba qeps punonim dhe vinin njerëzit fshetas e prejnë robatje e kena majt bagti me shumë vështërsi edhe bakti fsheta se kërkonin me najmarë herë pasere si që edhe në fundë dhe najmurën ne ka në mosë shumë populli binim fsheta në popull dhe na jepnin si shbanë gjithë këqasht na jepnin buk majhë sa kishim me gjithë edhe populli në atë kohë kishtë shumë pak por ne na kanë dashë shumë na kanë dhanë, na kanë ushqy, na kanë majtë طبعا هم في هذه الفتره حتى الغنم الذين يعني التي كانت يعني تاكل في الشتاء ما كان في العشب متوفر بل هم اصلا داخل جبال بعيده حتى العشب ما هو موجود فيها جبال صخريه وذكر لي قصه ثلاثه اخوه كانوا الثلاثه يحاولون ان يصعدوا للحصول على العشب للغنم فسقط الثلاثه من 100 متر تقريبا لكن بفضل الله ان كان الارض تحتهم من الثلج ولهذا لم يموتوا الثلاثة عانوا وقاسوا أشد المعاناة ثلاثة عقود من الزمن 30 سنة على هذه الحال بعض الناس اليوم يمكن على شيء تافه يبيع دينه لو فتنة بسيطة انقلب على عقبه خسر الدنيا والآخرة هؤلاء الأسرة الكاملة الأب مع الثلاثة أولاد صبروا كل هذه الفترة فقط لدينهم ولثباتهم على عقيدتهم إذا كان إسباغ الوضوء على المكاره من أعظم الأعمال عند الله سبحانه ما بالك بإنسان يفر بدينه يجلس في كهف يترك كل ملذات الحياة يعاني البرد الشديد البرد القارس نتكلم عن 20 تحت الصفر ما نتكلم عن صفر أي أصلا نتكلم عن مكان يغطى بالثلج لأمتار ومع هذا يعيشون والنار تدفئهم ويصبرون كل هذا فقط ثباتا وصبرا على الدين كما قال الله وربطنا على قلوبهم إذا كان أهل الكهف ما شعروا إلا بيوم أو أقل من يوم هؤلاء 30 سنة ما الذي ثبتهم رب العالمين قصة أخوك إبراهيم أنا رأيت صورته أنت أطلعتني على صورته وأخبرتني بأنه كان شجاعا يتكلم بالحق لا يبالي لماذا أو ما قصته وكيف قتل Ibrahimi i shkruan të një letër në Verhoz se i thoshte për idenë e një qifuti Gjerman nuk është mirë me shkomtarizue një komë si që shkomtarizon ti dhe me lanë ato pa fe e me i këthyje e me i pranua për majmuna. Në vitin 82 ato në arrestuan me motivacionin agitacion e propagandë kundër pushtetit Ato pak libra fetare, se atëherë në Shqipëri ka pas pak libra feje, na i konfiskuan, dhe i përdorën gjyqë për argument për ta dënua. Pastaj, a i bani 4 vjetë e 7 muaj, por edhe nga burgu nuk i lënë të rahatë, shkruan të udhëheqës, pastaj, zëvendës ministri, më rëndë shëmja saj kohë, dha urdhën doktorit kampit, i banë një zhjelpan me tjanur potasi, në kam spacit, hapen fjallën se kjo së morë, dhe e morën me ambulancë të kampit, vdeshën robik, pas ta e quen morë gëtë burgit, dhe e varasën Tiranë. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء عند الله رجل قام إلى إمام جائر ظالم فأمره ونهاه فقتله سبب قتله وما نقم منهم
إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تسميم علشان لا يظهر عند الناس أنهم قتلوه قتل شريعة. أرادوا في ذلك الوقت حتى لا يتمرد الناس لا يظهروا أن سبب قتلهم لأخيه الدين، وهو الأصل كان الدين، عائلة ملتزمة. أصلا ما عذبوا هذه العائلة وطاردوها وآذوها إلا لأجل دينهم. وما خرج الإخوة الثلاث مع أبيهم إلى الكهف إلا فقط لأجل الثبات على الدين. قتل أخوهم ومع هذا صبروا على دينهم، ثبتوا. أما أبوهم فقد توفاه الله عز وجل وهم في الكهف. أبوهم مرض، كان كبيرا بالسن، توفي وهو عندهم. نادوا بعض أهل القرية بالسر طبعا، وكان الأخ الذي يتكلم معي إدريس كان عمره 13 سنة أول ما دخل الكهف، فكان هو الخفيف، ينزل ويصعد ينزل ويصعد بخفة. راح تشوفون الجبل بعده عن القرية نفسها، نحن لا نستطيع أن نصل إلى هذا الكهف أصلا. كان ينزل ويصعد، فأخبرهم أن أبي توفي، فصعد 3-4 معهم وغسلوه معهم وكفنوه ودفن وصلوا عليه. تخيل أي حياة يعيشونها، ما بقي إلا الأخ وكان شابا صغيرا، والأخ رمضان الذي كان يعني بالأربعينات، يمكن وصل بالعمر، دخل بالثلاثينات، كان في ذلك الوقت بالأربعينات وظل حتى الستين، التزم بكل شيء وترك حتى الزواج، ما استطاع أن يتزوج. غيره تزوج، عاش حياة طبيعية، ترك كل شيء، بعضهم يمكن حتى الصلاة تركها لأجل أن يعيش. أما تلك الأسرة وهذه الأسرة ما رضيت، ترك الزواج وخرج إلى الآن عمره بالثمانينات الآن. بإذن الله عز وجل سيعوضه الله خيرا، من ترك شيئا لله عوضه الله، وبإذن الله مع الحور العين في جنان تغنيه عن هذه الدنيا الفانية. هو قضى من هذه الدنيا لكن ما ترك شيئا إلا لله. أنا بودي لو أسألك أيضا عن شهر رمضان، هل كنتم تصومون داخل الكهف شهر رمضان، وكيف كنتم تعرفون أصلا دخول الشهر وخروج شهر رمضان؟ دوكا ما يتمن شهر رمضان ما نمن نشتا نفلت الله يبو نشتا يجثمون ما إكزاكسين ما تماله por ma ato që ka mundëm na me përcaktua, duke majtë men datën e vitit parë dhe duke logarit afërsisht 10 ose 11 dit ma përpara nga viti kalu. Për të majtë Ramazan në ato kushte nuk ishte fort e letë, ka pas raste që nuk kem pas me që ka bëjmë iftar, nuk kem, nështëta nuk kem pas as si fyrin, nuk kem pas me qka e ham. Edhe kur kishim ashurshim të likë sa me shumë vështërsi, pastaj shumë ngarkuam me punë, dhe iftari nuk bahin kohën e ti. Detyroshim me ba nështëta 2 orë ma vonë, sepse ne detyroshim me shkuë largë, edhe prej shpelës ku jetonim me shkuë shumë largë, dhe nuk arrinim mu këthyën kohën e duhur. ناس في الكهف يصلون ويقرؤون القرآن ويصومون، ما تركوا دينهم أبدا. أي ثبات هذا؟ حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أريد أن أسأل سؤال بالتحديد، لما علمتم أن الشيوعية قد اندحرت أو سقطت، بدأت بالهروب والخروج من هذه البلد وبدأت الثورة والناس قضوا على الشيوعية، ماذا كان شعوركم؟ نا اكنا نيك اتوري من بوت كومونيزم من بار بوتون اذن شبري فاكتيكيش نكوا كان كريت كريت بفاسيش من راميا بور وبا اسا نان دورتت يونا بو جيس شبتارت nuk besonin se do të ishin dhe njëherë kaq i bezdishëm e kaq i rëndë ishte bërë për popullin edhe për ne bashkë. Për ne i gërim më shumë sepse ishim të larguar Burgosun. Vllai kishte dek në Burg. Ramadani ishte edhe i smur edhe i vjetër. Unë i përnjekun edhe kur dilja edhe kur rria në shpellë e njëjta përnjekje. Dhe faktikisht për ne ishte mjaft moment i gëzushim që fitohi liria në tëna drejtimit, por më tepër drejtimin e besimit, sepse për ne
gjithmonë besimi ka qenë baza kryesore për të gjitha të mirat e kësaj jete dhe të jetës tjetër. طبعا أهل الكهف لما الله عز وجل ذكر أنهم تركوا بيوتهم وقصورهم ودخلوا في الكهف، شنو كان في الكهف يريح الواحد؟ الله عز وجل يقول ينشر لكم ربكم من رحمته. رحمة الله أحيانا تجعل الظلام نورا، تجعل الضيق سعة، تجعل من أتعس مكان في الأرض أجمل مكان. ترى الإيمان هو قد لا يسعفه التعبير، لكن الذي ثبتهم وصبرهم 30 سنة رحمة الله بسبب هذا الإيمان الذي في قلوبهم. أصعب موقف مر عليكم وأنتم في الكهف، أصعب موقف مر عليكم وأنتم داخل الكهف، هل تذكر يوم شديد أليم صعب ما تنساه أبدا؟ نشبيل قباس شم مومنت دوشتيرا شبشير ويني بوليسيا بردورني جيثا منيرة كوندرنش بردورني لاني منيرة شيرسة شم تشاراك منيرن e mashtrimit, duke thonë ktheuni, bënu me ne, sepse do të keni favore, do të çojmë qytet, do të japim shtëpia, do të u japim punë të mira. Ato momente nuk ishin edhe as të lehta për ne. Por kuptoj që momenti më i vështirë nuk ka qenë vdekja e babës, momenti më i vështirë, sepse vdekja është një diçka normale. Por arrestimi i vllajt vërtet ka qenë moment shumë i vështirë. Allah azza wa jalla ibtali an-nas ala qadri imanihim wa dinihim. Kul ma izdada al-iman izdada al-bala. Akh Idris li ukallimahu al-an kan umra lamma dakhal al-kahf 13 sana. Wa huwa al-khafif alladhi kan yati khilsatan yashtari ta'am wa yas'ad ila al-kahf yati lit'am ila ikhwanihi wa abihi. تذكرت وأنا أتحدث معه وهو يقص علي قصته وهو الذي ينزل ويصعد. أصحاب الكهف لما أعطوا أحدهم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف بالسر ولا يشعرن بكم أحدا. وكأن الحالة هي الحالة تكررت، إن كانوا عاشوا 300 سنة ناموا في ذلك الكهف فإن أخ إدريس وإخوانه 30 سنة في هذا الزمن صبروا وثبتوا فثبتهم الله جل وعلا. ورقة بن نوفل لما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا بالسن، لما بدأ الإسلام قال يا ليتني كنت جدعا، ليتني كنت شبابا. والأخ رمضان يقول هذه الكلمة الآن، الشيخ رمضان أنا أسميه، يقول يا ليتني الآن أنا بشبابي، يا ليتني الآن جذعا حتى أشارك الناس في نشر الدين ونشر الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه. جد ما دورم أو بغام ستش بينا ما كثير نيامي مسلمان اتجث يامي لازمي سبر جاري اهدري. طبعا أنا بودي أسأل الشيخ رمضان عن وصية الوالد، هل الوالد أوصاكم وصية قبل وفاته لا زلت تذكرها؟ بابا نه نن که پرسی مسمه انگوش آفیل کور یا سپارته خو که ما ویر دوریم شنو کیف میکه. تخیل في ذلك الزمان، زمن الفتنة، زمن الابتلاء، زمن القتل والحرق وسفك الدماء، يوصيهم بطاعة الله وعدم طاعة الكافر والثبات على هذا الدين. أنا كأني وأنا أجلس مع الشيخ رمضان ويحكي لي يعني وصية أبيه وماذا صنعوا بعد أبيهم، كأننا في أزمان قديمة، أتحدث عن السلف، نتكلم عن أمم مضت وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ودي أسأل الشيخ رمضان لأنه ملتحي والله أعلم قد يكون هو الشخص الوحيد في ألبانيا الذي ثبت على هذه السنة والتزم بها بالرغم من أن الشيوعيين كانوا ما يسمحون بشعرة في الوجه، لا شنب ولا لحية، ولا كانوا يعني قد يسجنون الإنسان على هذا الفعل وقد يقتل أصلا. هو الوحيد الذي ثبت وصبر
وإلى اليوم زالت الشيوعية واندحرت وظل هو ثابتا على هذه السنة. بابو ما شاء الله شو بريكور نوكا كيشان ميرت كل جان هيش مدباكون لي ميك لي موكيش تي نشبيت سام موفت كيش نبويش نايش مامير اكيش مبونن سس كور اميش مبيت مدفوت هي قصة من أروع ما سمعت، بل عشت مع أبطالها. قصة مضى عليها عقود من الزمن لكنها تكتب بماء الذهب. قصة ما أروعها من قصة تذكرنا بقصة أصحاب الكهف الذين خلد الله عز وجل ذكرهم بالقرآن. هكذا يقوم فتية في القرن الماضي في هذا الزمن يهربون من المدينة من القتل سفك الدماء وتغيير الدين ومحوه من الأرض ليعيش في كهف ما يقارب 30 عاما فقط ليثبتوا على دينهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما عذر ذلك الذي انتكس لفتنة بسيطة وهذا الذي باع دينه لأجل شهوة عابرة؟ ما عذر أولئك الناس الذين يبدلون دينهم لكلمات سمعوها أو قرأوها أو فتنة مرت عليهم فباعوا من أجلها دينهم؟ يقول الشيخ رمضان ونحن نحدثه عن أمنيته وهو بهذا العمر، ماذا يتمنى؟ يقول: أتمنى أن يرجع بي العمر لأتعلم العلم. العلم يريد أن يتعلم العلم الشرعي، أي علم، وهو الذي ثبت على دينه وصلاته وعبادته. هذا هو العلم الحقيقي، العلم الذي يجعل الإنسان يفر بدينه ويثبت ويواجه الأمم ليصبر على الدين. هذا هو هذه ثمرات العلم أصلا. وهل يراد العلم إلا من أجل هذا؟ قصة عجيبة. الكهف موجود، المكان بعيد، احتجنا وقت طويل حتى نصل، جلسنا مع أهل البيت أكرمونا، جلسوا معنا، أحسسنا ونحن نذهب. قلت للشيخ رمضان: قلت أنت لا تقرأ ولا تكتب ومع هذا علمتنا. إي والله علمنا، علمنا الإيمان، علمنا معنى الثبات، علمنا الصبر على الطاعة، علمنا كيف يستمر الإنسان على دينه حتى يلقى الله عز وجل. أصحاب كهف في هذا الزمن، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين، والسلام عليكم ورحمetullahi ve berekatuhu. Jatma durun ovalam setiş binen makeksi ne yemi musliman et cizyemi lazmi se perçarie e hidrim me pasithmon mesnesh ne se duhem per Allah Allahu kome nardesh Nëse duhem për Allah, Allah ku ka me nadesht Nëse dalmër lave dit, që shike put me iman Kire atë që dëmë për vete, apë dëmë për lauta